مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم موبيتك. كالعادة حتكون عندنا مجموعة مميزة من الهواتف الذكية والتطبيقات. نبدأ بأول ركن في برنامجنا موبي ماركت. لو سمارتفون اللي نهضروا عليه في موبي ماركت هذا الأسبوع راهو بارمي لي ميور سمارتفون في 2016، واللي هو لو جالاكسي S7. شاشته قياسها 5.1 بوص من نوع سوبر أموليد، محمية بطبقة من الزجاج غوريلا غلاس 4، تدعم ميزة Always On Display، يعمل بنظام تشغيل أندرويد مارشمالو 6.0 بمعالج سناب دراجون 820، فيه رام سعتها 4 جيجا بايت من ميموار انترن سعتها 32 أو 64 جيجا بايت، يمكن زيادتها عن طريق اون كارت ميموار ميكرو اس دي حتى 256 جيجا بايت. بالنسبة لكاميرته الخلفية دقتها 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.7، وكاميرته الأمامية دقتها 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.7 أيضا لالتقاط صور أفضل في ظروف إضاءة منخفضة. بطارية سعتها 3000 ميلي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع، ورح نتعرفوا أكثر على ميزاتها في نهاية الحلقة. أهم ميزة في هذا الهاتف أنه يحمي شهادة IP68 المقاومة للغبار والماء، بحيث أنه قادر على الوصول إلى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. نحن نتعرف أكثر على الجالاكسي S7 في هذا الفيديو. لو دوزيام سمارتفون اللي احنا هضروا عليه من انتاج شركة كوندور، اللي هو اليور A8، اللي شاشته قياسها 5.5 بوص بدقة فول اتش دي، يعمل بنظام تشغيل اندرويد مارشمالو 6، فيه اون رام سعتها 3 جيجا بايت، وين ميموار انترن سعتها 32 جيجا بايت، يمكن زيادتها عن طريق اون كارت ميموار ميكرو اس دي. بالنسبة للكاميرا الخلفية دقتها 13 ميجا بيكسل، والامامية دقتها 8 ميجا بيكسل. لو كوندور اليور A8 فيه لا 3G و لا 4G، نحن نتعرف عليه أكثر في هذا الفيديو. موسيقى
أبخي لو نكس جي، قامت شركة إيريس الجزائرية بالكشف عن هاتفها لو نكس جي بلوس اللي هو متوفر الآن في الأسواق الجزائرية. هذا سمارتفون شاشته قياسها 5.5 بوص من نوع سوبر أموليد، يعمل بنظام تشغيل أندرويد مارشمالو 6، فيه أون رام سعتها 3 جيجا بايت، أون ميموار انتر سعتها 32 جيجا بايت. كاميرته الخلفية دقتها 13 ميجا بيكسل والأمامية 5 ميجا بيكسل. بطاريته سعتها 2100 ملي أمبير، تعد ضعيفة نوعا ما بالنسبة اللي يستعملوا لي سمارت فون تاعهم بزاف. لو نكس جي بلوس فيه لا 3 جي اي لا 4 جي، نروحو نتعرفوا عليه اكثر في هذا الفيديو. نروحوا الآن لثاني ركن في برنامجنا موبي سيرف. السمارتفون اللي احنا نهضروا عليه في موبي سيرف هذا الأسبوع من إنتاج شركة هواوي واللي قامت بالإعلان عليه مؤخرا، واللي هو هواوي ميت 9 اللي شاشته قياسها 5.9 بوص من نوع IPS LCD محمية بطبقة من الزجاج غوريلا جلاس 4، يعمل بنظام تشغيل أندرويد نوغا 7.0 بمعالج كيرين 960، فيه أون رام سعتها 4 جيجا بايت، أون ميموار انتر سعتها 64 جيجا بايت. بالنسبة لكاميرته الخلفية عنده كاميرتين خلفيتين، الأولى دقتها 20 ميجا بيكسل والثانية دقتها 13 ميجا بيكسل، والأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل. بطارية سعتها 4000 ميلي أمبير. نحن نتعرف أكثر على الهواوي ميت 9 في هذا الفيديو. الآن نروحوا البونوس أبليكاسيون بلوس. اللي يحبوا لي جو تاع الفوتبول جبت لكم هذا الأسبوع لي ميور جو اون 2016 تاع الفوتبول، نروحوا نشوفوهم في هذا الفيديو.
ونبدأ مع لعبة سوبر ستار 2016 وورلد ليجند، واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم على الإطلاق. يبدأ اللاعب طريقه من البداية ليصبح من أفضل اللاعبين، وتقوم بإنشاء اللاعب كما تريد، وتبدأ في حياتك الكروية وشق طريقك نحو النجومية. تتيح اللعبة تدريب اللاعب لتطوير المهارات الخاصة به، لتكون بمهارة رونالدينو في المراوغة، ولمسة مسعود أوزيل في التمرير، وقوة روبرتو كارلوس في التسديد، أو حتى دقة جونينهو في الضربات الثابتة. اللعبة مجانية مع وجود مشتريات بداخلها، وهي متوفرة لهواتف الأندرويد والآيفون. ثانياً، لعبة دريم ليج سوكر، لعبة مختلفة قليلاً عن باقي ألعاب كرة القدم، حيث تقوم بإنشاء فريقك الخاص وتقوم بشراء وانتداب اللاعبين، كما تقوم بإنشاء الاستاد الخاص بفريقك وتبدأ في خوض ولعب المباريات. وتتميز اللعبة بنمط اللعب الجماعي من خلال الاتصال بالإنترنت ولعب دوري كامل مع لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم. اللعبة مجانية مع وجود مشتريات بداخلها، وهي متوفرة لهواتف الأندرويد، وينتظر طرح نسخة هواتف آيفون قريباً. ثالثاً، لعبة سكور وورد جولز، مختلفة عن ألعاب كرة القدم الاعتيادية التي اعتاد اللاعبون عليها. في هذه اللعبة تعيد ذكريات أجمل الأهداف على مر التاريخ، ويتم ذلك من خلال إعادة تنفيذها مرة أخرى من خلال اللعبة. اللعبة تجمع بين الطابع الرياضي وطابع ألعاب الألغاز، وتتميز برسوميات عالية الدقة، كما أنها تتميز أيضاً بتحديث قائمة الأهداف وإضافة الأهداف إليها باستمرار. اللعبة مجانية مع وجود مشتريات بداخلها، وهي متوفرة لهواتف الأندرويد والآيفون والويندوز فون. رابعاً، لعبة فليك كيك فوتبول، وهي لعبة كرة قدم يسدد اللاعبون فيها الضربات الثابتة من جميع نقاط الملعب. تتميز اللعبة بسهولة لعبها، فهي تقتصر على تسديد الركلات الثابتة ولا تحتاج إلى الكثير من المجهود لتنفيذها، كما أنها متاحة بنمط اللعب الجماعي من خلال الاتصال بالإنترنت ومنافسة لاعب آخر في تسجيل أكبر عدد من الضربات الثابتة. اللعبة مدفوعة، وهي بسعر 1.5 دولار، وهي متوفرة لمنصات الأندرويد والآيفون. خامساً، توب 11 بي اس سوكر مانجر، واحدة من أكثر ألعاب كرة القدم تحميلاً. فإذا كنت لا ترغب في لعب المباريات لكنك تريد إدارتها، فهذه اللعبة المناسبة لك. وتوفر اللعبة نمط اللعب الجماعي من خلال الاتصال بالإنترنت، وكنتيجة لعدد التحميلات الكبير فإن اللعبة تتميز بوجود ملايين اللاعبين يقومون بإنشاء الدوريات والمباريات، مما يجعل التنافسية في اللعبة شديدة للغاية. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متوفرة لهواتف الأندرويد والآيفون. جيسبر يعجبكم هاد لي جو، الا حبيتو تسيهم تلقاو لي ليان في لاباج فيسبوك. لي يستعملوا لي سمارت فون تاعهم بزاف دائما يحبوا يكون عندهم بطارية قوية في الهاتف. سي بور سا اليوم درنا ان تيست اونتر لو بيكسل لو ايفون 7 اي لو جالاكسي اس 7 اتش في هاد لا فيديو. Galaxy S7 Edge charge في ساعة ونص، le Pixel charge في زوج سوايع، et le iPhone 7 charge في 3 سوايع تقريبا ونص. إلى كوحين تشرو ان سمارتفون جديد نورمالمون كعرفتو واش تخيرو. بهذا مشاهدينا نلحق الختام عدد موبيتك لهذا الأسبوع، نتلاقاو الأسبوع القادم إن شاء الله.